احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت على الرينا ريكت، وقلنا الكدني لها ثلاث ادوار في المحافظه، لها ثلاث ادوار في المحافظه على الفول مينرال دينستي والبريفنشن اوف ريكت. الكدني اولا كانت بتحافظ على البي اتش بتاعتنا ما بين 7.35 وما بين 7.45، ولا انت ناحيه الاسيدك سايد ولا انت ناحيه الالكلاين ولا ناحيه الالكلاين سايد، بتحافظ على البي اتش. ثانيا كان لها دور في تحويل 25 21 بيدروكسيكولكالسيترول. ثالثا بتحافظ على السيرم فوسفيت ليفل كونستانت، ولا هو عالي ولا هو واطي. اتفقنا قبل كده قلنا ان الكنترول اوف سيرم كالسيوم اوكير ات ذا ليفل اوف ذا انتستين هو ذا كنترول اوف سيرم فوسفيت اوكير مينلي ات ذا ليفل اوف ذا كيدني. تمام. النهارده الموضوع في منتهى السهوله، هي بس ايه يعني تاخد البيز لاين اللي انا هقولها لحضرتك وبعد كده يو كان جو اون سيفلي. اللي قدامنا ده الجلوميرولا او النفرون، سوري ده النفرون. النفرون ده يا جماعه هو الوحده التركيبيه او الوحده الفانكشنال اللي موجوده في الكيدني. النفرون ده بيتكون من تجمع من الكابيلاريز وشويه رينال تيبيولز. تجمع الكابيلاريز ده بيبدا بالافرنت ارتريول، يتكسر الى مجموعه من الكابيلاريز هنا بنسميها جلوميرولار كابيلاريز، وبعدين ترجع الجلوميرولار كابيلاريز دي تلم مع بعضها تاني في حاجه اسمها افرنت، في صوره الافرنت ارتريول. ماشي. الجلوميرولار كابيلاريز دي كلوزلي ريليتد بحاجه اسمها باومانز كبسول. باومانز كبسول دي بتوصل الى البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ثم اللوبو فينلي ثم الديستال كونفوليوتد تيبيول. الدم يا جماعه بيعدي هنا تحت ضغط عالي نسبيا في الجلوميرولار كابيلاري، فبيبدا معظم مكونات الدم تتفلتر، يحصل لها فلتريشن في الباومانز كبسول. جميع مكونات الدم تستطيع انها تنفذ وتعدي الباومانز كبسول باستثناء البلازما بروتينز والار بي سيز. باستثناء البلازما بروتينز والار بي سيز دي ما بتنزلش. ماشي؟ يبقى الفلويد اللي هينزل هنا يا دكتور هيبقى كلوزلي سيميلر للبلازما، للفلويد اللي موجود في البلازما باستثناء البلازما بروتينز. مظبوط كده؟ مش كل الفلترز اللي بينزل هنا يا دكتور هو بيبقى يورين في الاخر، لا، ده انت لو تتخيل الكدني بتنزل من 110 لتر ل 180 لتر في اليوم في الباومنز كبسولز اللي موجوده في الكدني بتاعتنا على الناحيتين، عمر ما حد بيجيب 5 6 لتر يورين في اليوم خالص. يعني واضح ان معظم الجلوميرولار فلتريت اللي نزل ده لازم يتعمل له موديفيكيشن. انا مش هاخد الموضوع بتفاصيله، لكن هقول لحضرتك ان من الموديفيكيشنز اللي بتحصل معظمها بتحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ري ابزوربشن الى معظم الصوديوم اللي نزل في حدود 60 65%، ومعايا البايكربونات. والصوديوم والبايكربونات لما بيحصل لهم ري ابزوربشن بيمتصوا حوالي 85% من الميه اللي نزلت تقريبا. الكلام ده ان شاء الله هنرجع نعيده تاني واحنا بناخد الانترودكشن بتاعت النفرولوجي، بس انا عايز اللي يخصني النهارده. في حاجه ثانيه كمان، معظم الامينو اسيدز بيحصل لها ري ابزوربشن. كميه كبيره من الفوسفات بيحصل لها ري ابزوربشن. هتقول لي الله بيحصل لها ري ابزوربشن ازاي؟ بيحصل لها ري ابزوربشن في الريستم كونديشن. لكن لو في مشكله مثلا ان في هايبر باراثيرودزم ولا حاجه هنعمل بلوك للري ابزوربشن ده فنعمل لها اكسكريشن. لكن في الريستم كونديشن ديورنج البيلدنج بتاعت الجسم الطفل اللي هو لسه بيكبر معظم الفوسفات اللي بيوصل عند الرينال تيوبيولز البروكسيمال بيحصل له ري ابزوربشن تاني عشان يرجع للجسم من تاني. بالاضافه الى جزء من البوتاسيوم وجزء كبير من الجلوكوز بيحصل له ري ابزوربشن عند البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. معظم الحاجات دي يا جماعه بترجع الجسم. لو انت ما انتش محتاج حاجه منها زي البوتاسيوم سي مثلا هنعمل له اكسكريشن عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول. لو انت ما انتش محتاج البوتاسيوم نعمل له اكسكريشن فين؟ عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول. عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول من الحاجات المشهوره اللي بيحصل لها اكسكريشن كمان الهيدروجين ايون. الهيدروجين ايون. يبقى انت حضرتك دلوقتي اللي انا عايزك تتخيله النهارده ان من الحاجات اللي بيحصل لها ري ابزوربشن عند البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول الخمسه دول: صوديوم بايكربونات ومعاهم ميه، امينو اسيد، فوسفات، بوتاسيوم، جلوكوز. ماشي كده؟ ومن الحاجات اللي بيحصل لها اكسكريشن نورمالي عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول الهيدروجين. ولو انتوا تفتكروا ان في الدوستروم بيشتغل هنا بيروح يفرز البوتاسيوم او يفرز الهيدروجين في مقابل انه يمتص صوديوم وكلورايد. ماشي؟ ده الميكانيزم حتى الاساسي اللي الكدني بتحافظ بيه على البي اتش بتاعه الجسم، انها تمتص صوديوم بايكربونات عند البروكسيمال وايه وتعمل اكسكريشن لمين؟ للهيدروجين ايون عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول. انا عايز الامور تتم بمنتهى البساطه. ممكن الرينال تيوبيولز دي تعمل ريكتس بميكانيزم من اثنين، هيبقوا شبيهين بالميكانيزمات الاساسيه بتاعت الكدني كله. ميكانيزم من اثنين،
الميكانيزم الاولاني ان يحصل لخبطه في البي اتش، يا اما الكدني مش قادره تمتص البايكربونات من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، يا اما الرينال تيوبيولز مش قادره اكسكريت الهيدروجين ايون عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول فيحصل ميتابوليك اسيدوزيس. وفي الحاله اللي زي دي يا جماعه نسميها رينال تيوبلر اسيدوزيس، لان الرينال تيوبيولز هي السبب في الحركه دي، ما قدرتش لا ترجع لي لا بايكربونات من البروكسيمال او ما قدرتش تفرز تتخلص من الهيدروجين ايون. في كلتا الاحوال لو انت فقدت بايكربونات او لو انت ما انتش قادر تتخلص من الهيدروجين ايون اللي بيتكون في جسمك، يبقى انت هيبقى عندك تندنسي تواردز اسيدوزيس. مفهوم؟ واتفقنا المره اللي فاتت ان الاسيدوزيس بتعمل ديسوليوشن اوف بونز، بتبوش العظم، ده كمان بتعمل امبيرمنت في لسكه من سكك الاكتيفيشن بتاعه الفيتامين دي، لكن الاساس انها بتعمل ديسوليوشن اوف بونز. الحاجه الثانيه يا جماعه اللي ممكن الرينال تيوبولز تعملها، ان انت لو ما قدرتش تمتص الفوسفات اللي نازل على الكدني، الرينال تيوبولز في البروكسيمال ما قدرتش تعمل ري ابزوربشن للفوسفات، فبقى اللي عنده فوسفاتوريا. في الحاله اللي زي هيبقى في جنرالايزد هايبوفوسفاتيميا في جسم الطفل، الفوسفات ليفل هيقل، وبالتالي الكالسيوم فوسفات ريشيو تبقى ان ابروبريت فور مينراليزيشن، فيدخل الطفل في ريكت. يبقى ريكت هيحصل نتيجه حاجه من اثنين، هايبوفوسفاتيميا نتيجه الكدني مش قادر ترجع الفوسفات، او ميتابوليك اسيدوزيس. مفهوم كده يا جماعه ولا مش مفهوم؟ اسهل حاجه في الريكت على فكره اللي احنا بنقوله ده. اول واحد يا جماعه وصف القصه دي كان جويدو فانكوني في 1920 1928 في الرينج ده، كان ده راجل طبيب اطفال سويسري. اكتشف الايه؟ ان في بعض الاحيان الرينال تيوبيولز ما يبقاش لها القدره على امتصاص بعض المولوكيولز اللي المفروض تمتصها في البروكسيمال كونفيوتد تيوبيول، ومن ضمنها الفوسفيت. ماشي؟ وقال لحضرتك ان المشاكل ممكن تكون كالاتي، يا اما الرينال تيوبيولز مش قادره تمتص الفوسفيت بس، فهو اللي بينزل في اليورين لوحده، وبقيه الحاجات الثانيه بتمتص بشكل طبيعي. الحاله اللي زي دي يا جماعه هنسميها فاميليال هايبوفوسفاتيميا. انت ما عندكش اي مشكله غير ان الرينال تيوبولز فقط مش قادره تري ابزورب الفوسفيت الون، اذروايز جميع الرينال تيوبولر فانكشن زي الفل. ماشي كده؟ لا، فانكوني بقى اكتشف حاجه اشد من كده، قال لك ده احنا ممكن يبقى فيه مالتيبل ديفكت في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ما هياش قادره تمتص كذا حاجه في نفس الوقت، مش قادره تمتص الفوسفات ولا البايكربونات ولا الامينو اسيد، واخد بال حضرتك، واحيانا ما تقدرش تمتص كمان لا البوتاسيوم ولا الجلوكوز، والحاجات دي كلها ممكن تنزل في البول. وبما ان الفوسفات نازل في وسط الشله دي هيبقى في فوسفاتوريا، يبقى الولد هيبقى عنده في الاخر ريكت. صح؟ بس هنا خد بالك الفرق ما بين المرضين، المرض الاولاني الفاميليا هايبوفوسفاتيميا كان الفوسفات بس اللي بينزل فين؟ في البول. لكن الفانكوني سندروم بقى، او الفانكوني لما جه وصف لك جنرالايز ترانسبورت ديفكت في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، بياخد كذا حاجه في نفس الوقت وكله بينزل على فين؟ كله بينزل على البول. وقال لحضرتك ان لو الولد ما عندوش اي مشكله جسمه باستثناء هذا الديفكت اللي موجود في الرينال تيوبيول، نسميها ايه؟ برايمري تايب اوف فانكوني. برايمري تايب، برايمري سببه بيبقى وراثي غالبا، وما احناش عارفين له جنرالايزد كوز. بعد شويه بعد فانكوني جه دكتور اسمه لجناك. لجناك ده قال لحضرتك ان من الممكن ان في بعض الامراض زي مرض اسمه سيستينوزس، جسم لا يجيد التعامل مع السيستين. السيستين بيبقى ديبوزيت في كذا حته من الجسم. السيستين ده امينو اسيد، سلفر كونتيننج امينو اسيد، بيبقى ديبوزيت في كذا حته من الجسم وبيبوظ المكان اللي بيبقى ديبوزيت فيه. بيبوظ المكان اللي بيبقى ديبوزيت فيه. فممكن يبقى ديبوزيت في الكورنيا هيعمل فوتوفوبيا، ممكن يبقى ديبوزيت في الوايت بلاد سيلز يعمل امبيرمنت في الاميونولوجيك فانكشن شويه، يبقى ديبوزيت في الليفر في السبلين يكبروا هما الاثنين، وبالمره يروح يديبوزيت في الرينال تيوبيولز فيعمل فانكوني سندروم. ركز بقى، يبقى ده هيبقى ايه؟ زي الفانكوني بس كبرناه شويه، خد حاجات سيستميك في الجسم. تمام؟ جه واحد بعد كده اسمه لويز وسمى سندروم اسمه لويز سندروم. قال لك لا، ده احنا عندنا مشكله عيب خلقي فيه ثلاث حتت، في العينين هيبقى فيها مشكله، في البرين هيبقى فيه مشكله، وفي الرينال تيوبيولز فيه مشكله شبه الفانكوني. يبقى القاعده الرئيسيه بتاعتنا يا جماعه هنبداها واحده واحده. في الاول كان في مشكله في الفوسفات فسميناها فاميليا هايبوفوسفاتيميا لوحدها. فانكوني جه وصف جنرالايزد افكت في بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز، سماها باسمه وسماها البرايمري تايب لان ما ليهاش سبب. وقال لك لا، ده ممكن المشاكل تبقى سيستميك ديزيز وضارب الرينال تيوبيولز في صوره فانكوني، يعني فانكوني حته من المرض ككل. اثنين مشهورين جدا، لجناك سندروم او اسمه سيستينوزس، والمرض الحاجات دي هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي.
واللويس سندروم برضه بيبقى فيه سيستميك ديزيز، وبالمره معدي على البروكسيمال كوميونيتي بول ضاربها في صوره فانكوني سندروم. ماشي كده؟ في امراض مش علينا بقى، امراض كثيره جدا مش عليك، تضرب الجسم في كذا حته وبالمره تلطش الكدم في سكتها في صوره فانكوني سندروم، زي الويلسون ديزيز، زي الجلاكتوزيميا، زي الثيروزينيميا، زي بعض انواع من الجلايكوجين ستورج ديزيز. لسه طويله من الامراض يا جماعه، تضرب هنا وهنا 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 وتعدي تسلم على الرينال تيوبولز تعمل فيها كولي. ماشي كده؟ ده بقول لك مش كده وبس، ده ممكن بعض التوكسينز زي الهيفي ميتالز والسايكلوسبورين ايه والاوت ديت التتراسايكلينز، بعض الادويه وبعض التوكسينز ممكن لو البني ادم خدها بطريقه خطا تروح رايحه على الرينال تيوبولز وتدمرها وتروح عامله فيها الانفانكوني، تبوظ الترانسبورت بتاع بعض الحاجات فتعمل فيها فانكوني سندروم. يبقى الفانكوني سندروم يا دكتور هي ممكن تبقى برايمري، ممكن تبقى سكندري سيستميك ديزيز، يبقى في الفانكوني بلس في سيستميك ديزيز اذروايز موجود في الجسم، او ممكن تكون نتيجه توكسين دخل الجسم بطريق الخطا، او ايفن حتى كسايد افكت لبعض الادويه ممكن تعمل فانكوني سندروم. في اكس ممكن يبقى ملوش علاقه بالفانكوني الى حد ما، ويبقى الولد عنده مجرد بس الكدني مش قادره تتحكم في البي اتش مظبوط، ففيها رينال تيوبلر اسيدوزس. والمثال يعني مثلا لو الرينال تيوبولز الديستال مش قادره تعمل سكريشن للهيدروجين ايون هيتركن في الجسم فيعمل حموضه في الدم، وحموضه الدم لوحدها ممكن تساعد على حدوث الايه؟ الريتكس، ايفن لو ما كانش المشكله فين؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. ووصف المرض ده واحد اسمه وود، وتسمى باسمه لايت وود سندروم او لايت وود ديزيز. هي كلها اسماء بقى. اخر حاجه يا جماعه حاجه اسمها اونكوجينس ريكتس، نوع من انواع البارا مالجنانت سندرومز، واحد عنده ريكتس نتيجه لوجود مالجنانسي موجود او تيومر موجود في جسمه، والتيومر ده بيطلع فاكتورز معينه، فاكتورز دي بتؤدي الى ريكتس بنعتبرها كبارا مالجنانت مانفستيشن للتيومر ده. اللي هنلحق ناخده هناخده، واللي مش هنلحق بقى هنكمله المره اللي جايه. انا كده هتبهدل اصلا. هاخد الفاميليا هايبوفوسفاتيميا بسرعه. الفاميليا هايبوفوسفاتيميا ده عباره عن سكس لينكد، سكس لينكد دوميننت ديس اوردر، رير ان يبقى اوتوزومال دوميننت. المشكله فين؟ في البروكسيمال كومبيوتر تيبول، في الري ابزوربشن بتاع الفوسفات بس. ففي فوسفاتوريا، في فوسفاتوريا. هل يا جماعه لما الفوسفات ليفل في الدم بيقل الكالسيوم بيتحرك من مكانه بيحصل فيه مشكله؟ ما بيحصلش فيه مشكله، وبالتالي البارس هرمون بيعلى؟ ما بيعلاش، لا البارس هرمون هيعلى ولا الكالسيوم هيقل. عشان كده يقول لحضرتك ايه؟ العيال دول بيبقى عندهم مايلد مانيفستيشنز اوف ريكتس، مانيفستيشن ريكتس عندهم فيري مايلد، وبتبقى اساسا عباره عن وادلنج جيت. اساسا تلاقي ايه؟ الباو فليجز، باو فليجز مع وادلنج جيت، دي مش العيال دول مش عاملين كده. ولهم صوره موجوده في اخر الكتاب اللي مع حضرتك، طفلين عندهم فاميليا هايبوفوسفاتيميا. هتلاقي الاثنين طبعا من اخوات ومرض دوميننت اصلا، فالولاد ماشيين ايه؟ عندهم باو ليجز ووادلنج جيت. لما بيحصل باو ليجز يا دكتور، الولاد دول بيبان لك ان هم ايه؟ شورت ستيتشر. من المشاكل المشهوره عندهم الدنتال كيرز والابسيسز اللي حوالين السنان والديلي تيتنج. لكن هل الولاد دول يا جماعه يبقى عندهم تيتاني؟ لا، لان الكالسيوم ما بيقلش. وبقول لك كمان مش كده وبس، ده الماسل ويكنس اللي معروف اللي كان بيبقى موجود هناك في الاطفال اللي عندهم انفانتايكس ما بيبقاش موجود، وكمان الروزرز بتبقى عندهم ليس ايفيدنت. يعني ممكن ما تلاقيش الروزرز واضحه عندهم. من الاخر فيري مايلد مانيفستيشن اوف ريكتس بتبقى موجوده في الولاد دول، والمين مانيفستيشن عندهم هو الوادلنج جيت مع الايه؟ الباولج. والوادلنج جيت والباولج دي يا جماعه هتظهر امتى؟ لما الطفل يبدا يمشي. والطفل بيبدا يمشي فريلي بقى في السنه الثانيه، عشان كده مكتوب عندك ان الكلينيكال بيكتشر بتاعت ريكتس بتبان من لي امتى؟ ديورنج السكند يير اوف لايف. في الوقت اللي الطفل بيبدا ديبندنت على نفسه يبدا ايه؟ يمشي، فحضرتك تلاقي الباولج دي. ماشي كده؟ تشخيصها في منتهى السهوله. اعمل البانل بتاعه الريكتس، الفوسفات هنلاقيه ايه؟ قليل لانه نازل في البول. طب الكالسيوم؟ نورمال. طب في سكند هايبر باراثيرويدم؟ طب بما ان ده ريكتس مش في زياده في الالكلام فوسفاتيز؟ خلاص يبقى انت كده هتحط، لو لقيت الفوسفات واقع والكالسيوم نورمال والباراثيرمون نورمال، يبقى انت هتروح عارف مكانه فين في الكلاسيفيكيشن بتاع الريكتس، هتحطه في الحته بتاعه الفوسفات ديفيشنسي، صح؟ يا ترى الفوسفات ده بيبقى لص منين؟ عايز تتاكد نوع من الكدني، جمع البول بتاع الطفل وقيس الفوسفات فيها، هتلاقي عنده فوسفاتوريا. الامور كده ايه يا جماعه؟ اتحلت. التشخيص كده بقى قدام حضرتك. التريتمنت هندي اورال فوسفيت. الاورال فوسفيت من 1 ل 3 جرام في اليوم، ويقول لك قسمه على 4 جرعات او 5 جرعات. ليه؟ لان الفوسفيت كونتينوسلي لوست في الكدني، لو اديته الجرعه النهارده الصبح هتنزل في بعد ساعتين، وبقيه اليوم الولد هيعيش من غير فوسفيت، ما ينفعش. يبقى لازم الجرعه اقسمها على 4 جرعات، الجرعه كلها اقسمها على 4 جرعات او 5 جرعات، بحيث ان الجسم دايما يبقى فيه فوسفيت بيتاخد اورال.
لان انا عندي كونتينوس حنفيه كونتينوس شغاله من تحت. فيتامين دي لا يا جماعه ان 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 في هذا النوع من الريكت زي ما اتفقنا ان الكالسيوم ما فيهوش مشكله والفوسفات هو اللي واقف. الكالسيوم فوسفات ريشيو كانت ان ابروبريت وده اللي ادى الى ريكت. فبقول لحضرتك ايه؟ لما تدي الفوسفات هيحصل لك مشكله. المشكله الاولانيه ان دايما يا جماعه لما بنيجي ندي اورال فوسفات لويد بالقرعات الكبيره دي على طول الباراثورمون ما عندوش تفاهم. في بدايه دخول الفوسفات بجرعه كبيره للجسم الباراثورمون يروح عالي. ليه؟ يقول لك انا خايف لحسن يحصل هايبر فوسفاتيميا. هو مش فاهم المرض طبيعه المرض ايه اصلا. ففي تندنسي في بدايه التريتمنت ان الباراثورمون يعلى. الحاجه الثانيه ان الفوسفات ده مش هيقعد في الدم كتير، ده هو ساعتين ثلاثه وهي بيروح نازل في البول. فيقول لك طب احنا عايزين حاجه تاخد الفوسفات ده والكالسيوم اول ما يدخل الدم نروح واخدينه ومودينه على البون. مين اللي يعمل الحركه دي؟ فيتامين دي. يبقى عشان كده بندي فيتامين دي. فايده فيتامين دي تو كومبليت الهيلنج بتاع البون، ان هو ياخد اي كالسيوم والفوسفات افيلابل بدل ما الفوسفات ينزل في البول ناخده نوديه على فين؟ على البون نعمل له مينراليزيشن. ده رقم واحد. رقم اثنين لسه قايل لك ان دايما اي حد بياخد فوسفات لود على طول بيحصل هايبر باراثورمبيزم. عايز تعمل اوفست توقف الحركه دي ادي فيتامين دي. طب فيتامين دي هيوقف الهايبر باراثورمبيزم ازاي؟ القصه دي مش على حضرتك، لكن ثبت بالدليل القاطع ريسنتلي ان الفيتامين دي لو خدناه بالذات الاكتف فورم اوف فيتامين دي بيعمل نيجاتيف فيدباك فوق على مستوى الباراثيرويد مع الباراثورمون. يمكن تاخدوها في الاندوكراين في البطنه ميبي. يبقى فائده الفيتامين دي هنا حاجتين، اولا اوفست، اوفست يعني يوقف. حتى على فكره هما ما شاء الله يعني ناقلين السطرين دول في الكتاب الجديد اللي هم عاملينه. اولا بيكمبليت البون هيلينج، ثانيا اوفست السكند هايبر باراثيرويديزم ذات يوجوال اكمباني الاورال فوسفيت انتيك. بيوقف الهايبر باراثيرويديزم. الدوز في نيلسون 2004 كان بيقول لك احنا هندي جرعه صغيره من فيتامين دي اللي هي 2000 انترناشونال يونت ومن فيتامين دي 2. لغوا الحركه دي خالص في نيلسون 2008 وقال لحضرتك احنا هندي الاكتف فورم اوف فيتامين دي ذيس از ذا بيست اللي هو الكالسيتريول، والجرعه بتاعته من 30 الى 70 نانو جرام بير كيج بير داي، هي دي اللي بتستخدم في الوقت الحالي. يبقى قبل كده كانوا بيستخدموا ايه؟ 2000 وحده. لا ده انا اقول لك على حاجه ثانيه بقى، ده قبل كده بمرحله، قبل كده ب 15 20 سنه كانوا بيستخدموا فيري هاي دوز اوف فيتامين دي 50000 وحده ل 100000 وحده. من 50000 ل 100000 وحده. طبعا الدوز دي بقى كومبليتلي اوبسوليت لانها لقوا انها بتعمل هايبر فيتامينوزس. دي ولا سيما ان الولد ده ما عندوش مشكله في مين؟ في الكالسيوم. صح؟ فعشان كده يا جماعه كان لازم الهاي دوز دي تبقى اوبسوليت وفعلا ملغيه خالص من كل التكست بوكس. يبقى دلوقتي هندي فوسفيت وهندي معاه فيتامين دي. في بعض برضه من الحاجات الجديده بقول لك الاطفال دول شورت ستشر ممكن يستفيدوا من الجروث هرمون ريبليسمنت، وده كلام ريسنت. يبقى ده يا جماعه الهايبر ايه؟ الهايبو فوسفاتيميا. الهايبو فوسفاتيميا ده معاه فانكوني عشان ايه؟ يبقى احنا اسمنا خدنا حاجه النهارده. البرايمري تايب اوف فانكوني، برايمري تايب اوف فانكوني اللي هنتكلم عنه، مش هنتكلم على السيستمك، السيستمك فورمز جايه تحت. البرايمري تايب ده عباره عن اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر ده في مالتيبل ديفكتس في البروكسيمال كونفرت تيوبيول في صوره امبيرد ري ابزوربشن اوف بايكربونات امينو اسيد فوسفيت، وفي بعض الاحيان يبقى في مشكله في الايه؟ في البوتاسيوم والجلوكوز. طالما انت امبيرد ابزوربشن للحاجات دي هيبقى لوست ان ايه؟ لوست ان يورين. وتعالوا نفهم الكيميكال بيكتشر واحده واحده. في لوس اوف فوسفيت يبقى في هايبوفوسفاتيميا، يبقى الولد ده تند تو بي ايه يا جماعه؟ ركيتك. يبقى في ركيت رقم واحد. رقم اثنين هجيب لكم في البيكشر واحده واحده. الولد ده عنده مشكله في الابزوربشن بتاع البايكربونات، يبقى البي اتش بتاع جسمه ايه؟ عنده كرونيك ميتابوليك اسيدوزس، عنده حموضه في الدم. الحموضه اللي في الدم يا جماعه لما الطفل يبقى عنده حموضه في الدم بيحاول يتخلص من اني اكسس هيدروجين في جسمه من خلال الانسجه اللي بتفرز اسيد، ومن ضمن الانسجه اللي بتفرز اسيد المعده. فالطفل عنده كرونيك اسيدوزس يوجوالي بيبقى عنده ريبيتد فوميتنج من الجاسترايتس اللي عنده. اكسس اسيد سكريشن في الاستومك خليه عنده ريبيتد فوميتنج، قاعده ميتابوليك اسيدوزس تساوي ريبيتد فوميتنج. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه مش انا لسه قايل لسعادتك ان جزء كبير من الصوديوم بايكربونات اللي بيمتص بيسحب وراه مين؟ ميه. فلما ايه رايك لما الالكترولايت دي معظمها هينزل في الايه؟ في البول، هيروح شافط وراه كميه ميه، فالولد ده يبقى عنده بوليوريا، وطالما عنده بوليوريا يبقى عنده بولي ديبسي، ولما يبقى في فوميتنج من فوق يا دكتور وبوليوريا من تحت يدخل في ريبيتد اتاكس اوف ديهايدريشن، ولما الطفل يفرز ميه كتير من خلال الفوميتس ومن خلال اليورين ما يبقاش عنده اكسس فلويد يفقده في صوره سويتنج، وطالما ما بيعرقش كويس
واخد بال حضرتك؟ يبقى عنده امبيرمنت في الفي في التمبريتشر كنترول في جسمه، هيدخل في ابيسودز اوف فيفر. والام تقول لك ابني نيفر انه يعرق، ما بيعرقش حتى في شهور الصيف ما بيعرقش. ليه؟ لان معظم الفلويد بيخرجها عن طريق يورين وعن طريق فوميتر، ما عندوش اكسس فلويد يخلصه في صوره سويتنج، وبالتالي بيدخل في ابيسودز اوف فيفر، اتاكس من الفيفر مع اتاكس اوف دي هيدريشن. عنده ماسل ويكنس اند كونستيبيشن، واي؟ ديو تو لوسز اوف، نتيجه اللوسز اوف بوتاسيوم والفوسفات. احنا قلنا قبل كده ان الفوسفات من الحاجات المهمه للماسل كونتراكشن، الاثنين دول لما بيقلوا يبقى عنده ماسل ويكنس اند كونستيبيشن. اخر حاجه يا جماعه عنده جروث ريتارديشن. الطفل اللي عمال يفقد كل هذه العناصر امينو اسيدز فوسفات بايكربونات، عمال يرجع باستمرار، عنده بوليوريا باستمرار، الطفل ده مش متبقي له حاجه عشان ينمو كويس، فبقى عندهم جروث ريتارديشن. دي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الفانكوني كوكتيل. لما نفهم ايه اللي بينزل تقدر مباشره تقدر تتوقع الكلينيكال بيكتشر بالظبط. الطفل يا جماعه لما هاجي اشخصه هشخصه في الاول على انه هايبوفوسفاتيميا، يعني هلاقي الفوسفات واقع في الدم، الكالسيوم نورمال، الباراس هرمون مش عالي، والالكالين فوسفاتيز عالي، ده ريكت في طبيعي. هفكر في الفاميليا هايبوفوسفاتيميا، اروح واخد عينه بول الاقي الفوسفات عالي فيه، في فوسفاتوريا، بس دي فاميليا هايبوفوسفاتيميا. اقول لك لا استنى، لازم اعمل تشيك للاذر، ايه الحاجات الثانيه اللي المفروض الرينال تيوبولز تمتصها. يعني دور على الامينو اسيدز في البول، دور على البايكربونات، شوف في بايكربوناتوريا ولا لا، والامينو اسيد شوف في امينو اسيدوريا ولا لا، شوف البوتاسيوم وشوف الجلوكوز. ده الكلام ده مهم يا جماعه في الحالتين. لو انت عايز تقول ان دي فاميليا هايبوفوسفاتيميا لازم تدور على الحاجات دي، وتلاقيهم مش موجودين في البول، ولو لقيتهم موجودين في البول يبقى الحاله بتاعتنا دي ايه؟ فانكوني، فانكوني سندروم. والتريتمنت ما هي حلقه اكبر، الفانكوني اكبر شويه من الحلقه الصغيره بتاعت الفاميليا هايبوفوسفاتيميا، هتاخد فوسفات ثيرابي وهندي فيتامين دي وهنشوف في ايه كمان اضافه موجوده في الفانكوني ونعالجها. عنده ميتابوليك اسيدوزس، اديله حاجه للميتابوليك اسيدوزس، صوديوم بايكربونات، بوتاسيوم سيتريت، في حاجه موجوده في السوق اسمها بايسترا او بوليسترا، وعندنا حتى بنديها في وحده الكلى بتاعتنا، حاجه نعالج بقى الميتابوليك اسيدوزس وخلاص. الولد ده عنده هايبوكاليميا، اديله حاجه صلح البوتاسيوم، بوتاسيوم شراب او انجكشن في الاول ثم نقلبه على بوتاسيوم شراب، والدوزس مش فارقه معايا ولا مهم. يبقى انا بدور على الديفكت الزياده اللي حصل عليه وفقط ان انا ببدا ازود. طب الجلوكوز لما هيقع ما يجيلوش هايبوجلايسيميا؟ لا، يقول لك يحصل له جلوكوزوريا ويزود هايبوجلايسيميا، وبالتالي ما بضيقش الاتنشن بتاعي ناحيه خالص ان البلاد جلوكوز بتاعه ممكن يتحرك من مكانه. اللجناك سندروم هي الفانكوني بالظبط، هي فانكوني، بس الفانكوني هنا حصل نتيجه ان في سيستين امينو اسيد، سيستين امينو اسيد ديبوزيتد جوه اللايزوزومز بتاعت الخلايا بتاعت مالتيبل اورجانز في نفس الوقت، راحت للكورنيا هتعمل فوتوفوبيا، في الوايت بلاد سيلز، في الليفر والسبلين تعمل هيباتوسبلينوميجالي، وفي الكدني تترسب فتعمل سكندري فانكوني سندروم. ماشي يا جماعه؟ التشخيص هيبقى نفس التشخيص بتاع الفانكوني، خلاص حته صغيره بس هنزودها. انت تستطيع ان تكتشف السيستين امينو اسيد جوه الكورنيا بالسبليت لام، في الكورنيا نشوفه بالسبليت لام، ونشوفه كمان في الايه؟ في الوايت بلاد سيل. التريتمنت هو نفس علاج الفانكوني، بس حته صغيره نزودها، نزود حته صغيره بس، ان احنا بندي هيتنج ايجنت للسيستين ده ماده اسمها سيستيامين. السيستيامين بيحول السيستين لسيستيين، السيستيين ده سوليبل يستطيع ان يغادر اللايزوزوم والسيلز الى بره تو ذا اوت سايد، وبالتالي يحل لك المشكله دي. وبما ان الكورنيا افاسكولار ما بيوصلهاش بلاد سبلاي، فانت لو اديت سيستيامين اورال مش هيوصل للكورنيا، فعشان كده يقول لك لازم يبقى في سيستيامين ايه؟ اي دروبس. اي دروبس يستخد لوكال على طول على بره. وعلى فكره الاطفال دول عندهم فوتوفوبيا فظيعه، ما يقدرش يبص لك كده طول ما هو ماشي عمال يعمل بعينيه كده، فطبعا شيء بيبقى مزعج جدا، بالاضافه ان ده سيستميك ديزيز، ضارب الليفر، ضارب السبلين، ضارب الكلى. ده مش كده وبس، ده السيستينوزس ده يا جماعه في الاخر العين ده بيموت برينال فيلير، في الاخر بيعمل دامج الكدني ويموت العين ده برينال فيلير. ده يا جماعه اسمه سيستينوزس او لجناك سندروم. اللويس سندروم، الاوكيلوستيرو رينال او اللويس سندروم، ده عباره عن سكس لينك سيستم ديس اوردر، هيأفكت ثلاث حاجات في نفس الوقت، يسموه اوكيولو سريبرو رينال. اوكيولو هيبقى عنده عيوب خلقيه في الايه؟ في الايز بتاعته، عنده كونجنتال جلوكوما، كونجنتال كاتراكت اللي هم بيسموها الجلوكوما الكونجنتال بيسموها بوف سالموس، بوف سالموس او كونجنتال كاتراكت، عنده مشاكل في الاي بتاعته.
سريبرو قالوا لك ده عنده منتال ريتاردشن وسيفير هايبوتونيا، ودي شد تحتها مليون خط، لان الاول برزنتيشن الام بتجي لك بيه الحته دي، بيجي لك تقول لك يا دكتور ابني سايب من بعضه، وبالذات بيبقى في النيونيتال بيريود الولد جسمه سايب من بعضه خالص. لويس سندروم ده بيبقى فلوبي انفانت، فلوبي ها خالص، وعلى فكره ما بيعيشوش يعني 3 4 سنين بتلاقيه مات، وسبب المشاكل بتاعته في الموت ما بتبقاش رينال، هتبقى من الفلوبلس اللي عنده بريكرنت انفكشنز بريكرنت ريسبيراتوري بروبلم بيشيع على طول. سيفير هايبوتونيا دي مشكله فظيعه. ماشي يا باشا؟ الكدني بتاعته هيبقى فيها ايه؟ فانكوني سندروم زي الفانكوني اللي احنا خدناها قبل كده. التشخيص بتاعه ايه؟ سهل، عيان عنده فلوبنس هايبوتونيا جامده جدا، منتال ريتارديشن، عنده كاتراكت، عنده كونجنتال جلوكوما، كونجنتال جلوكوما او كونجنتال كاتراكت، خلاص اعمل له الانفستيجيشن والفحوصات بتاعه الفانكوني بقى على اليورين والكلام ده، هتلاقي الطفل ده عنده فانكوني سندروم. علاجه سبورت من الحاجات دي، سيرجري للكاتراكت والجلوكوما، وفي الاخر هتدي له السبورت في السيرابي بتاع مين؟ بتاع الفانكوني سندروم. امال ايه اللايت ووت سندروم؟ اللايت ووت سندروم ده بيقول لك رينال تيوبلر اسيدوزس، حموضه في الدم، وحموضه الدم رينال تيوبلر تعملها نتيجه حاجه من اثنين، يا اما مشكله في الصوديوم بايكربونيت ابزوربشن من البروكسيمال، يا اما مشكله في السكريشن بتاع مين؟ الهيدرو اند. خدوا بالكم ان ممكن اللايت ووت سندروم ده يبقى جزء من الفانكوني، لان ممكن الامبيرد ري ابزوربشن بتاع البايكربونيت يبقى جزء من جنراليزد ديفكت في البروكسيمال كونفريت تيوبيول. عشان كده معظم الكتب الريسنت ما حدش بيجيب سيره اللايت ووت ده، لان هم فعلا دخلوه في وسط الفانكوني وخلاص. قال لك ما هي مشكله من الفانكوني وخلاص، يعني ما هيش مشكله ايزوليتد. يعني بفرض انها حصلت مشكله ايزوليتد، هيبقى المشكله يا اما في الري ابزوربشن بتاع البايكربونيت هنا، يا اما في السكريشن بتاع الهيدروجين، لكن مين اللي بتبقى في البروكسيمال كونفريت تيوبيول ديفكت. في الاخر ده هيبقى عنده ميتابوليك اسيدوزس، الميتابوليك اسيدوزس زي ما اتفقنا هتعمل ديسولوشن اوف بونز، وتدخل الولد ده في ايه؟ دخله في ريكتس، مش موضوع اصلا يعني. ايه الانكوشنال ريكتس ده؟ الانكوشنال ريكتس ده ايه يا جماعه؟ اشطبوا عليه، اشطب عليه، اللي بيتقال في فرنسا دلوقتي، الدكتور بشير، الدكتور بشير في فرنسا، اشطب عليه.